مساء الخير. هو من القلائل اللي أشعلوا نار الجماهير بانتقاله من الزمالك للأهلي. وضعه محير، هل يمكن وصفه بالمحظوظ للعبه في قطبي الكرة المصرية؟ هو اليوم في المواجهة ليقول الحقيقة فقط. كابتن معتز إينو في نص الكلام. كابتن معتز مساء الخير، أهلا وسهلا فيك بضيافتنا في نص الكلام. مساء النور، طبعا سعيد أنا موجود مع حضرتك وإن شاء الله تكون حلقة جميلة ومميزة إن شاء الله. يا رب. هنكمل الكلام كله ولا هنكتفي بالنص؟ ربنا يستر. لا إن شاء الله هنقول كل حاجة. لازم الكلام كله. خلينا نبتدي من الآخر، إيه اللي حاصل معاك على التويتر؟ في حد منتحل شخصيتك على تويتر؟ فاتح فيك أكاونت؟ فيك أكاونت. بس للتوضيح تنوضح للناس إنه مش أنت مسؤول عن الكلام اللي عم يتقال. أنا ما عنديش تويتر أصلا. من أصلا؟ أصلا، وطلعت ووضحت في أكتر من لقاء ونزلت فيديو على صفحتي الشخصية وقلت يا جماعة أنا ما عنديش أي أكاونت على تويتر، وده واحد مريض هو اللي بيعمل كده. بيعمل ايه تحديدا؟ بينزل بوستات فيها حدة شوية في الكلام وخبط في ناس كتيرة، منهم ناس زمايلي وكباتن ليا طبعا كبار، اخرهم شيكابالا نجم الزمالك، وشيكابالا اخويا من واحنا في الناشئين بنلعب مع بعض. فبيتكلم كلام يعني زعل، وبالتالي بدأت الناس كتيرة بتاخد بالكلام ده، فاكرين الاكاونت ده بتاعي، وبيجي لي بقى على الموبايل رسائل وشتايم وحاجات كده. فطلعت في اكتر من يعني في اكتر من مكان واكتر لقاءات يعني كتيره، وضحت اللي ده مش انا خالص. اتفاجئت انه في ناس صدقته؟ كتير اتفاجئ، وردود الافعال كمان بتاعتهم بتبقى صعبه شويه عليا. اجريسيف شويه. بيجي لي شتايم كتيره. شيكابالك ايه كانت ردة فعله؟ لا، هو شيكابالا طبعا نجم كبير، وهو اكيد عارف لا تربيه معتز إينو بتسمح بكده، ولا انا اصلا طبيعي ان انا عشان ابقى ترند او اطلع اخبط في حد. كلهم زمايلي، انا لعبت في الاهلي وفي الزمالك وفي حرس حدود، كل الناس علاقتي بيهم كويسه جدا. عمري ما اتكلمت على حد وعمري ما خبطت في حد، كل الناس علاقتي بيهم كويسه يعني. تمام، ده كان للتوضيح. مستعد نبتدي بالحلقه بفقراتنا ان شاء الله؟ اتفضل. رد وكلام في كل مكان، ولكن الحقيقه وحدها معك انت او في وجدان اصحابها. هنبتدي بالخبر الاول. بص معي على الشاشه. كواليس غرفة الملابس، جلسة البدر تنهي مسيرة إينو مع الأهلي، هيدا العنوان الأول. دي حقيقة. يمكن أنا ما كنتش أتمنى أن أمشي من النادي الأهلي، قضيت فيه أحسن فترات حياتي طبعا في الكورة، وأحرزت مع النادي الأهلي 14 بطولة في 5 سنين. كنت أتمنى أن أكمل في النادي الأهلي. طيب معتز، تسرعت في هذا القرار؟ أنا اللي طلبت أن أمشي عشان ما كنتش بشارك الفترة الأخيرة مع كابتن حسام البدري، رغم اللي هو كان بيعتمد عليا بشكل كبير جدا وكان بيحبني جامد جدا، لكن آخر معسكر ليا وإحنا في تركيا حسيت اللي هو ما بيدينيش فرصتي بشكل طبيعي يعني. من تصرفت عن غضب فينا نقول. فأنا اتكلمت مع كابتن سيد أبو حفيظ وقلت له يا كابتن أنا عايز أمشي. فبصراحة الراجل قال لي لا، أنت من اللعيبة الكبار في الفرقة وما ينفعش تمشي وخليك معانا. فكان حتى متمسك بي، قال لي أنا هكلم كابتن حسام. فوجئت برد الكابتن حسام معايا لما عرف بالموضوع، فقال لي ايه اللي انت بتقوله للكابتن ده؟ فقلت له انا عايز امشي، انا شايف اللي انا يعني حضرتك مش واخد فرصتي يعني ومش هتعتمد عليا. وده بان من خلال المباريات الوديه اللي في المعسكر يعني، وانا مش بحب اكون في موجود في مكان ويعني قايم بدور موظف يعني موظف. لا، انا بحب دايما يكون ليا وجود، بحب اكون مؤثر في المكان. كنت متوقع اللي هو يعني رده زي الكابتن سيد اللي هو يتمسك بيا، لقيته طبعا الموضوع بالنسبه له عادي، اللي هو ما عندوش امشي. مشكله اللي انت امشي. يعني ما فيش مشكله اللي انت عايز يعني ايه، يقول لي كويس اللي جت منك، فاهمه؟ هو افتكر يمكن عندك عروض تانية. ده هو قال لي انت عندك عروض. فطبيعي اي حد بيمشي من الاهلي والزمالك وليه اسمه اكيد طبعا هيجي له عروض من كل الانديه. فانا كنت متوقع او كنت مستني على الاقل اللي يقول لي لا اقعد شد حيلك الفرصه هتيجي، لكن لقيته اللي هو مش متمسك بيا. ليه؟
مش عارف بقى ليه. أنت بينك وبين نفسك أنت من اللاعبين الأقوياء اللي يعتمد عليهم، برأيك ليه قال لك الكلام ده؟ هو كان ساعتها تريزيجيه لسه طالع، ولد صغير، وحب اللي هو يديله فرصة، يعني ما أعرفش على حسابي أو حاجة. بس دي وجهة نظر طبعا للمدير الفني، وأنا لازم أحترمها، وما فيش اي مشكله خالص بيني وبين الكابتن حسام. لكن لو رجع بيا الزمن اكيد ما كنتش هاخد القرار ده. يعني لو رجع بيا الزمن لا، انا كنت تمهلت وكنت قلت الا ما رجعت اخد فرصه تانية. ندمت على هذا القرار؟ ندمت مع الوقت. ندمت بعد، كان نفسي ان انا اكمل في النادي. بعد كم من الوقت تقريبا، بعد قد من الوقت حسيت انه يا ريت ما اخذت القرار؟ يعني بعدها ما فيش، بخمس ست شهور يعني. كنت لسه طبعا ماشي والموضوع لسه سخن، ويمكن اول لقاء بعد ما مشيت وانا في حرس الحدود مع النادي الاهلي مع الكابتن حسام جبت فيهم جون. اوكي. وما رضيتش احتفل. يعني ما رضيتش احتفل عشان ده نادي اللي انا موجود فيه لسه ماشي بقالي خمس سنين، واحرزت معاه بطولات كتيره، وعلاقتي بكل جمهور النادي الاهلي حتى لما بيشوفوني في الشارع علاقتي بيهم كويسه جدا. بس هي دي الكوره، هو ده النصيب. لكن هل اتظلم حسام البدري في هذه التجربه معتز؟ لا، كابتن حسام بدري طبعا اسم كبير ونجم كبير، وخد فرصة كاملة في النادي الأهلي حتى وهو كان مساعد مع كابتن مستر مانويل جوزيه، ولغاية ما هو بقى هو الرجل الأول المدير الفني، فقعد فترة طويلة كبيرة خالص لغاية ما هو اللي مشي. أوكي. من النادي الأهلي، وهو اللي خد القرار ويمشي وجاله عرض تاني. فطبعا دي حياته الشخصية وده تفكيره، لكن طبعا بتمنى له كل التوفيق يعني. تمام. خبر آخر، شوف مع بعض. ندمان على لعب الأهلي ونفسي أرجع للزمالك؟ لا، أنا ندمان على اللعب، يعني ندمان اللي أنا مشيت من النادي الأهلي. لكن أنا ما قلتش اللي أنا أرجع كعنوان وما قلتش الكلام ده بحذافيره. لا خالص خالص لا. لكن أنا طلعت وقلت قبل كده اللي أنا اتشرفت اللي أنا لعبت النادي الزمالك. يعني أنا من اللعيبة المحظوظة اللي لعبوا للناديين، أكبر ناديين في أفريقيا، وعلاقتي بكل جماهير الزمالك وجماهير الأهلي وكل الناس علاقة كويسة. طيب معتز، أنت كمان قلت بعدة مرات وما بعرف حتى إذا بجلسات خاصة يعني، أنه نجوميتك خفت تقريبا بنسبة 50%، صح؟ من بعد انتقالك للأهلي. بالعكس، دي زادت. زادت؟ آه دي زادت. يعني أنا وأنا في الزمالك قضيت حوالي 6 سنين أو 7 سنين كنت ماشي كويس قوي وبحرز اهداف، لكن لما رحت النادي الاهلي هي زادت، الشعبيه زادت، النجوميه زادت. طبعا النجوميه زادت. طبعا. وليه لكن عنصر الندم؟ عاده واحد بيندم لما ما بيكون اخد فرصه كويسه. لا انا ندمت، مش مسلط عليه مثلا. لا انا انا ما ندمتش اللي انا رحت الاهلي، انا ندمت اللي انا مشيت من الاهلي. لكن هو الكلام غلط، انا ما قلتش التصريح ده. طيب، مره بتقول انك بتحب الزمالك ومرة بتقول إنك بتحب الأهلي. بحب الاثنين. يعني الوضع صار محير بالنسبة للناس، وكأنه بتغير أقوالك، عفوا على التعبير، وفقا لمصالحك. لا خالص، أنا دايما بتسأل، وأنت وطلعت قلت على الهواء في أكتر من مكان، إن خلاص أنت دلوقتي أنا يعني النادي الأهلي هو بيتي، وكنت شغال لغاية السنة اللي فاتت في قطاع الناشئين، بعد ما بطلت اشتغلت 4 سنين ونص في قطاع الناشئين، فخلاص أنت محسوب على النادي الأهلي. طيب شوف الكلام ده اللي أنت قايله. انا بحب نادي الزمالك وعشت فيه اكتر ما في النادي الاهلي وتربيت فيه، فاكيد طبعا ليه معزه تانية خالص اكتر من النادي الاهلي. اكتر من النادي الاهلي بسبب النجوميه اللي خدتها في نادي الزمالك ولا بسبب الجمهور ولا بسبب زملائك اللي ساعدوك جدا؟ كل حاجه، كل حاجه. بس انا عايز برضو اشيد بجمهور النادي الاهلي، يعني من اللي عملوه معايا واللي بشوفه منهم، يعني دي ما اقدرش انساها. لكن نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك شفت فيه نجوميه وشفت فيه حاجات اكتر. تقر وتعترف بأنك نادم بشدة على تركك للزمالك وانضمامك للأهلي، نعم أم لا؟ أوه نعم. إيه التعليق؟ التعليق أنا يعني نادي الزمالك نادي كبير، وقلت أكتر من مرة اللي أنا اتشرفت اللي أنا لعبت. بس أنت اللي قلته، أنت ولا مش أنت اللي قلت؟ أيوة الكلام. أنا. بس هو الشكل كان وأنا صغير. لكن وأنا طلعت قلت وإلا أكون ناكر للجميل، يعني من غير نادي الزمالك أنا ما مش كانش هيبقى فيه إنه يعني. هو سبب شهرتي طبعا في الأول، لكن لما رحت الأهلي الشهرة زادت. لكن طبعا من خلال نادي الزمالك. بس هنا أنت قلت إنك ندمان. الفترة دي كنت مضغوط شوية، يعني الفترة دي كنت مضغوط شوية وكان فيها مشاكل. ليه؟ كتير، وكان عندي ظروف كتيرة، كنت مضغوط. يعني مضغوط من ايه؟ الانتقال من هنا لهنا، وكان جمهور نادي الزمالك كان زعلان مني قوي عشان مشيت في فترة حساسة، كنت انا يعتبر نجم الفرقة اول ما مشيت، ولغاية دلوقتي حتى الناس ما كانتش عايزاني اللي انا امشي. فكان لازم اللي انت تهدي الناس،
فما كانش في ايدك حاجه اللي انت تقولها كده يعني. فلازم اشيد بنادي الزمالك ولازم، ودي حقيقه على فكره، انا مش بعرف اغير الكلام. انت بعت رسالك انت عاوز ترجع؟ لا رئيس الزمالك قال كده. طب هو جاب الكلام ده منين؟ مش عارف. الله اعلم. يقول طب يعني يعني يقول لمين اللي انا قلت له اللي انا عايز ارجع نادي الزمالك؟ انت ممكن تكون قلت له انك ندمان انك سبت النادي؟ لا انا لما سبت النادي يعني انا قعدت اتحايل على الناس وعلى المسؤولين ساعتها قبل ما امشي اللي انا عايز اعدل عادي، كنت لسه ولد صغير وعايز عندي طموح وعايز اامن مستقبلي وعايز اعمل حاجات كتير، فكان دايما اللي بيجي من بره هو اللي مرغوب، لكن ابن النادي ده ما كانش حد بيبص له. فانا اللي كنت بعرض نفسي عايز اعدل عقدي وعايز عايز اعمل حاجه لغايه ما طبعا مفاوضات النادي الاهلي جت ومشيت. فبعد كده الناس يقول لك لا انت اللي سبتنا ومشيت، طب ما انا كنت معاك. الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه لما بتروح منه، فاهمه؟ على الاثنين، على كل يعني عليك وعلى النادي كمان مع نفس. لكن طبعا كل شيء نصيب يعني، بس انا في الاخر يكفي اللي انت لا عمرك عملت مشكله هنا ولا عمرك عملت مشكله هنا، لعبت هنا باخلاص ولعبت هنا باخلاص واحرزت بطولات هنا واحرزت بطولات هنا. هي الكره في الاول وفي الاخر هي فتره واهم حاجه اللي انت المكان اللي انت فيه بتخلص له. معتز، قادر تفتكر المرحله النفسيه او الحاله النفسيه اللي كنت فيها في هذيك الفتره؟ كنت عامل ازاي؟ كنت مضغوط جدا، البيت كله كان مضغوط مش انا بس. ورغم اللي كانوا بيقولوا عليا ان انا متغيب وما بروحش التمرين، لكن كنت بروح التمرين. وكنت بروح التمرين الساعه 6 الصبح، واتقال عليا ان انا كنت برضو متغيب، برضو 6 الصبح وكنت متغيب وبتمرن لوحدي. كنت بدماغ مين؟ مش بدماغ حد، انت كده كده مرتبط بعقد، فانت ما كانش ينفع اقول لا. انا كنت متأيد في نادي الزمالك ومش بشارك وموقوف وبتعرض لكل الظروف دي، وكنت خلاص رايح النادي الاهلي وكنت موقوف عن التمرين مع اللعيبه، كنت بتمرن لوحدي، كانوا عازليني لوحدي. وجي سفريه بتاعت افريقيا عشان يضيعوا عليا اللي انا ما العبش مع النادي الاهلي في افريقيا، سفروني مخصوص عشان ينزلوني في افريقيا عشان ما اشاركش مع النادي الاهلي، وبرده ما قدرتش اقول حاجه وسافرت ورغم اللي انا عارف اللي ده اللي هيحصل، وسفروني ولعبت عشان كل ده انا لسه موجود في نادي الزمالك وضمن العقد يعني، وضمن العقد، فما ينفعش انا كلاعب ما اقدرش اقول لا. وهي كانت باينه للناس كلها، وبرده رحت وشاركت وما اعترضتش وكل حاجه. زملائك وقفوا الى جنبك ولا لا؟ ما توقعت دعم اكتر؟ هم زملائي في الزمالك طبعا كلهم كانوا يعني مش عايزين نمشي وخليك معانا، بس هي دي الكوره يعني. جالي عرض ومشيت، كنت مضيت بقى ساعتها في النادي الاهلي، فما كانش ينفع ان انا ارجع تاني عشان لو مضيت في ناديين هتوقف. فخلاص طالما انت مضيت مع نادي تاني لازم خلاص تروح. حتى مع انتقالك للاهلي ما حسيت برضو جمهور الاهلي وكانه ما عم يديك الثقه الكامله؟ لا بالعكس خالص، انه اللي بيترك نادي هيك وكان عنده ولاء له وانتقل لنادي المنافس له ما بيخون شوي صاحب العلاقه؟ لا خالص، مش خيانه، لا خالص، لكن هم شافوا قد ايه انا تعرضت للمواقف دي، وكانت المواقف دي على طول على السوشيال ميديا وفي الاعلام، فالناس كلها كانت عارفه بالموضوع، فهم جمهور الاهلي قدروا للعيب ده او معتز يعني استحمل كتير عشاننا. فلقيت مردود كويس منه، الاستقبال بتاعهم، حتى مستر مانويل مع اول لقاء ليه في النادي كان دايما مستر مانويل اي لعيب بيجي جديد لازم قبل ما بينزل بيخش يقعد معاه في الاوضه جوه، قال لي انا عرفت بكل المواقف اللي انت تعرضت لها وانا بحييك اللي انت يعني في كل الضغوط دي انت اشتريتنا. ايه بس برضه نحن شعوب عاطفيه يعني، بقول لك انه اذا انت تركت النادي اللي كان عندك ولاء له فتره طويله، انا ايش يضمنني انه انت حتبقى معايا الفتره لا طويلة. اصل عايز اقول لك على حاجه، الكوره كان زمان يعني في السبعينيات والثمانينيات دول كان في ولاء مش ولاء اللي هو خلاص يبقى ده لاعب خاين. احنا دلوقتي دايما ايه، لو لعيب مشي من هنا لهنا يقول لك خاين. طب ما رونالدو ساب ريال مدريد بقى خاين؟ ما انا قلت لك بالاول ايه، نحن شعوب عربيه عاطفيه، نحن عندنا انتماء، ممكن اخوي يعملوا مشكل بالبيت من ورا. كان زمان لما ما كانش في ماديات زي دلوقتي او الاسعار اللي موجوده في اللعيبه دلوقتي او الغلو اللي احنا فيه دلوقتي، كان فيه ولاء اللعيبه، كان معروف اللي ده بيلعب في النادي ده لغايه ما يبطل عمره كله في النادي. أوكي. لكن دلوقتي الكوره بقت احتراف. النهارده انت بتديني جنيه ده شغلي يعني، لعيب الكوره ما عندوش شغلانه تانية،
انت ربنا خلقك اللي انت لعيب كره قدم، فالنهارده بيديني جنيه، لا نادي تاني بيديني 2 جنيه انا اروح لابو 2 جنيه. بتنسى النادي، بتنسى الوفا، بتنسى الانتماء كرمال الفلوس. اصل ده شغل زي اللي شغال في شركه او في مصنع، انت دلوقتي في شركه وتعرض عليك وظيفه احسن في شركه تانية فانت بتروح، مش معنى كده خلاص اللي انت بتعادي كل الناس، لا هي القصه مش بتتقاس كده، بس انا اللي انا عايز اوصله اللي ده شغل. دلوقتي الكره بقت احتراف، فمن هنا لهنا لهنا مفيش مشكله. احنا بنشوف في انديه ونفسي اللي احنا نوصل له هنا في مصر، اللي اللعيب وهو ماشي بيعملوا له حفله والجمهور بيحييه وبيناديله، لكن احنا هنا اللعيب بيمشي من نادي لنادي يتقال عليه خاين وبيتهاجم وبيتشتم، فالموضوع وما تغيرتش الصوره على فكره، يعني مع كل اللي انت عم بتقوله بعد ما زالت الصوره موجوده. وانت شفت من اللي حصل معك مؤخرا على تويتر، يعني على فكره انا بتشتم لحد دلوقتي في من جمهور الزمالك في الاستاد لسه من فتره قريبه. واحد صاحبي كان زملكاوي في الاستاد وكانوا مش عارف بيغنوا او بيقولوا حاجه وقالوا اسمي فيها. عشان اسمي اينو سهل فبيتحط دايما في اي اغنيه وفي اي شتيمه في اي شتيمه. قبل ما اطلع فاصل سؤالين سريعين لخبر اخر، ما حدش يقدر يمشي موسيماني ورحيل كيروش قرار سليم، رحل كيروش كان قرار سليم. الناس كانت بس موسيماني رحل، موسيماني رحل. موسيماني رحل، يعني انت كنت قايل ما حدش، ما عشان عشان نتايجه، انا لما قلت كده عشان نتايجه كان ماشي كويس مع النادي الاهلي، كل النهائيات واخدها، كل الالقاب كان واخدها، كان مكتسح الفتره اللي فاتت دي، فانا ما كنتش متوقع خالص اللي هو يمشي، لكن فجاه لقيته مشي، فدي بتاعته هو. لكن انا بتكلم طول ما المدرب ناجح والمدرب ارقام النادي مش هيجي يمشيك. خيب الاهلي توقعاتك؟ اتمنى ان النادي الاهلي الموسم الجاي يعمل حاجه كويسه. خيب يعني خيب توقعاتي. من موسيماني ولا الاهلي؟ الاهلي. الاهلي الفتره اللي فاتت دي او الموسم اللي فات ده خيب توقعات ناس كتيره، مش انا بس. الناس كتيره يعني كانت متوقعه الاهلي يكون افضل من كده، لكن الموسم اللي فات ده موسم صعب على النادي الاهلي وصعب على جمهور النادي الاهلي. اعتقد ان المجلس الاداره واللعيبه حاسين بالموقف وحاسين ان جمهور النادي الاهلي زعلان، فدعموه بيجيبوا صفقات واللعيبه حاسه بكده، عشان دايما النادي الاهلي بيبص على البطولات، فلما يبقى الموسم اللي فات لا دوري ولا كاس دي بتبقى صعبه على الجمهور. فاعتقد ان شاء الله ده هيكون درس للمواسم اللي جايه. تمام، فاصل ونعود. ومع كابتن معتز نستكمل او نستكمل حديثنا، نصل الى المحطه التاليه وهي نص الكلام. حبتدي في اول الجمله وانت تكملها، مستعد تشرب مي؟ لا شربنا. يلا نبتدي. هذا هو الفرق بين الاهلي والزمالك، 3 نقاط. الاستقرار عند مين؟ عند النادي الاهلي. مستقرين اكثر من الزمالك؟ ليه؟ على الفتره اللي انا كنت فيها كان في تغيير رؤساء أندية كتيرة، كان في مشاكل اللعيبة ليها مستحقات، كان بيبقى في بعض المشاكل كتير، هي دي اللي ما كانتش بتجيب ساعتها بطولات، رغم اللي كان في نجوم كتيرة في الفترة اللي كنت موجود فيها. لكن على الأقل دلوقتي لا، الموضوع أنا بتكلم عن دلوقتي. لا دلوقتي لا دلوقتي في استقرار، أنا شايف اللي الزمالك دلوقتي الدنيا مستقرة. إيه الفرق بدليل لكن؟ إيه الفرق؟ بدليل اللي هم بياخدوا بطولات دلوقتي وماشيين كويس يعني. طب الفرق لكن؟ لا الفرق كبير يعني، بحكم اللي انا لعبت هنا وهنا على اللي انا شفته. لا في فرق كبير في كل حاجه، الاستقرار، كل واحد عارف شغله ايه، كل واحد عارف دوره ايه، محدش بيتكلم في دور التاني خالص، اللعيبه هنا بتبقى الملعب وبس، ما حدش ليه مستحقات، ما فيش حد ليه حاجه، ما عمرنا ما سمعنا مشكله مع حد، فالحاجات دي بتؤدي يعني لنتائج. تقصد عكس الزمالك اللي بيحصل؟ الزمالك في مشاكل ماديه على ايامي، عشان برضو كلام ما يتفهمش غلط. لا انا بحكي دلوقتي. لا دلوقتي لا، انا شايف دلوقتي الامور مستقر. لا دلوقتي الامور مستقر بصراحه، يعني المستشار مرتضى عامل حاله، وامير عامل حاله، واحمد مرتضى عامل حاله. لا يعني اللعيبه دلوقتي مركزه وفي فلوس، ومش سامعين اللي في مثلا في مشاكل مع اللعيبه ولا حد ليه مستحقات ولا حاجه. طيب ارشح هذا المدرب المصري لقياده النادي الاهلي؟ ما فيش حد. ما معقول ما يكون في حد. ما فيش حد. لا ما مدرب مصري. مصري بدنا نختار مصري.
على الساحة دلوقتي لا، ما الأجنبي أفضل. ليه أفضل الأجنبي؟ يعني كابتن محمد يوسف قبل كده خد فرصة، كابتن حسام البدري خد فرصة. لا ينقصهم إيه؟ بصي دايما اللعيب المصري قدامه الأجنبي، عارف يعني انت كنا لسه بنتكلم قبل الفاصل، العاطفة المصريين عندهم العاطفة شوية. أنا لما بلاقي مدرب أجنبي، المدرب الأجنبي كلنا سواسية عند المدرب، الكويس هو اللي يلعب، مش هياخد بالعاطفة، ما عندهمش هما العاطفة. لكن لما أنا كلاعب مصري بلاقي المدرب اللي قدامي، لا هصعب عليه شويه في حاجه، هاجي عليه شويه في حاجه، هروح اتكلم معاه. التاني ما عندوش الكلام ده، التاني ليه الملعب وبس، ليه الشغل وبس، شغل شغل الشغل شغل. هناك ما بيهزروش الاجانب، انا اتعاملت مع اجانب كتيره سواء هنا او هنا، ما بيهزروش، وكبير زي الصغير. بس ما بتشوفش حد مواصفاته اقرب الى المدرب الاجنبي، يعني يقدر يوصل لهالمواصفات الى حد ما؟ بصراحه لا، الاجنبي اجنبي. حسن شحاتة ظلمني في المنتخب، في منتخب الشباب والمنتخب الأول. أنا كنت مترشح في كأس الأمم، كنت ماشي كويس قوي مع نادي الزمالك، وكنت من ضمن الناس اللي هي راحة في القائمة بتاعت كأس الأمم في 2006، وما اتخدتش برضه. بس النصيب حسني عبد الرب اتصاب، فكلموني يوم ماتش ليبيا الصبح ورحت المعسكر، ما شاركتش، أحرزت البطولة بس ما شاركتش معاه. في منتخب الناشئين كنت برضو موجود مع كابتن حسن حوالي شهر ونص في المعسكر، وكنا رايحين بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبرضو في الآخر ما حطنيش في القائمة. ظلمك رغم اللي أنا كنت بلعب فريق أول، وكان ساعتها منتخب الشباب ده ما كانش فيه إلا ثلاثة بس اللي بيلعبوا منتخب أول، أنا وحسني عبد ربه وأحمد فتحي. فطبيعي أنت بتاخد اللعيب اللي بيلعب درجة أولى في فرقته في ناديه، وأنا اللي كنت بلعب في الزمالك وحسني وفتحي كانوا بيلعبوا في الإسماعيلي. طيب. وبرضو ما خدنيش. تفتكر ليه؟ لا مش عارف، سليبة. لا انت برايك. لا ما اعرفش، هو في مدربين بيبقى عندهم قناعات بحد معين، وما عندوش قناعه مثلا بده، او شايف اللي ده مثلا مش شايف مش مؤمن بموهبتك او بقدراتك او بلعبك. كان خدني ليه؟ خدتني ليه؟ وليه ما يديك الفرصه؟ ما زال عم تسال حالك ليه. طب انت ليه؟ انا طالما انا شايف حد كويس او عيني عليه من الاول هاخده المعسكر، لكن كون اللي انا ما اخدكش اصلا المعسكر خلاص يبقى انت مش في دماغي. لكن انا اخدك وانت بتلعب فريق اول وبعدين ما خدكش اصلا البطوله، امال انت خدتني الشهر ونص دول كلهم كنت بعمل ايه؟ تاديه واجب. كلمته؟ لا واجهته؟ ما سالتوش؟ لا لا خالص خالص نهائيا. انا مش من النوع كمان يعني في مسيرتي كلها اللي انا اروح اتكلم مع مدرب، ما احبش كده. هو المدرب ليه وجهه نظر، انا ليا الملعب. حتى انا دلوقتي لما بقيت مدرب بنقل الخبرات دي كلها للعيب، المدرب مدرب واللاعب لاعب. قد ايه العامل النفسي بيأثر ايجابا على اللاعب؟ طبعًا. معتز طبعًا. يعني بحس حاله محارب وبحس حاله انه تكمله عدد وانه عم بيغدق. هو حتى بيهمد نفسيا، المعامله النفسيه بتفرق قوي مع لعيب الكوره. حتى انا دي واخدها، انا كنت لعيب بحب اتعامل نفسيا كويس. لو انا شايف ان المدرب بيثق فيا، والثقه دي حاجه مهمه جدا، لو هو واثق فيا وفي ظهري ومديني كل حاجه ومديك فرصتك خلاص انا هموت نفسي على الاقل عشان الراجل ده. عايز ابين كل حاجه، فدي بتديني دفعه. لكن لو انا قاعد انا في الملعب مثلا وحاسس المدرب اللي بره ده مستنيني على الواحده، او هيخرجني او هيبدلني من الماتش، ما انت هتبقى قاعد متكهرب، كل كره هتبقى قاعد متكهرب. صح. فطبعا العامل النفسي ده حاجه مهمه جدا. المدرب لما بس طبعا بيبقى فيه ليميت، يعني انت لما بتصاحب اللعيب بتاعك وتتكلم معاه ولو عنده مشكله نفسيه تعالى، وده اللي انا بعمله دلوقتي وانا مدرب، لو اللعيب عندي عنده مشكله لو اقدر احلها له بره الكوره خالص هقف معاه. لانك عشت المرحله. عشت المرحله. عشت المرحله وبتعرف ازاي تقدر تبقى عند اللعيب حاجه كبير. هو حتى في الملعب يقول لك لا ده اخويا، مش هيتعامل معايا اللي هو كمدرب بقى ولاعب، لا هيتعامل معاك اللي انت اخ. فانت وتدي له كمان الثقه، العب وما تخافش وخد فرصتك، وبتكلمه دايما الكلام الايجابي، وخاصه لما تشوف زملائك عم بيعطوهم فرص. طبعًا. وعم يلعبوا قدامك. طبعًا. فبيعطيك احباط. طبعا. بوقتها كنت عم بتفكر ازاي؟ انت بتبقى اصلا مش مركز، انت مركز اللي انت الراجل ده اللي قاعد بره ده قاعد لي على الواحده، او انا ممكن مثلا في وقت من المباراه انا هتغير. ما هو اكتر حاجه بتخلي اللعيب اللي هو ما بيبقاش في قمه التركيز بتاعته اللي هو يبقى فاكر ان المدرب اللي بره ده هيغيره. انت مش هتبقى مركز، الكره هتجي لك على الاقل كانت تيجي عينك بعين. ممكن حسن. ممكن اوقات طبعا. وتعمل ايه؟ تصرف انت اصلا كون اللي انت عارف اللي انت محطوط يا يا لا مش هتروح في القايمه، دي لوحدها اصلا عامله لك ازمه. ازمه.
غير اللي انت في لعيب بيبقى مع يعني عنده ثقه وعارف ان لا انا هتاخد. فانت بتلعب وبتادي في الملعب مش شايل هم حاجه غير لما انت بتبقى انا موجود انا مش موجود، كل ده بياخد من التركيز اللاعب بس. تمام. لو نجح الاهلي في ضم هؤلاء اللاعبين سيعود للبطولات، سميلي من الجيل بتاعنا اللي انت عاوزه. لا نرجع بقى عماد متعب ونرجع بركات ونرجع بوتريكا ونرجع الجيل ده طبعا ياخد البطولات وهو طيب نايم في البيت. طيب من جيل بتاعنا دلوقتي؟ لا انا اتمنى طبعا زيزو من نادي الزمالك، لعيب هايل وعامل موسم استثنائي طبعا. اوكي. عبد الله السعيد. دول احسن اتنين شايفهم السنه دي، اتنين طبعا كل لعيبه مع احترامي ليهم لعيبه مميزه، لكن عبد الله السعيد وزيزو يعني احسن اتنين لعيبه في مصر دلوقتي. تمام. هذا الشخص ظلمني كتير. سيني اسم كابتن حسام بدر. كابتن حسام بعدك لهلأ غضبان؟ أنا زي ما قلت لك أنا يعني حاسس جوبتك فيش بيني وبينه حاجة شخصية. وبحترمه جدا وبحبه جدا على فكرة، لكن هي اللي مزعلني بس اللي أنا ما يعني ما كنتش عايز امشي من النادي الاهلي. هو الفتره دي هو اللي كان موجود في النادي الاهلي، هو اللي كان ماسك، واللي قبلها اللي جنني اللي هو كان بيحبني جدا وكان بيلعبني وبيثق فيا جدا، وبعدين فجاه لقيته مش متمسك. إيه؟ انت قصرت في ايه؟ ما اعرفش. انا رحت المعسكر عادي وكنت مكمل وكنت قبلها مجدد مع النادي الاهلي وما فيش اي حاجه خالص، بس يعني انا كنت ممكن اقعد وما العبش ما شاركش عادي، وارد اللي فيه لعيبه كتيره مش شرط اللي هي تشارك، هتاخد على مراحل او انا بمستوايا في التمرين وشغلي انا هثبت نفسي وهرجع نفسي. بس اللي زعلني اللي انت حتى ما تمسكش بيا، يعني انا لما جيت صارحتك واتكلمت معاك اول كلمه قالها لي قال لي طب انت عندك عرض او عندك عروض؟ ما طبيعي اللي معتز ينه يبقى عنده عروض، ما طبيعي اي حد بيمشي من الاهلي والزمالك او الانديه الكبيره كل الانديه بتبقى يعني بيتهافتوا اللي هم ياخدوه. كنت منتظر او كنت متوقع لا شد حيلك زي ما الكابتن سيد قال لي شد حيلك خليك قاعد معايا الفرصه هتجيلك، الكلام اللي هو يخفف عليك يحمسك يحفزك اللي هو يخلي وبرده اتمسك بيا. انا كنت ساعتها كمان من اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه. يعني انت مش لعيب صغير طالع او لعيب ناشئ. رجعت التقيته؟ لا ما شفتوش. من وقتها؟ ما صادفش. لا ما صادفش من وقتها. شفته بقى وانا بلعب ضده لما جبت الجول. لكن ما شفتوش يعني كابتن حسن شحاته شفته في اكتر من مناسبه، كنت بروح اسلم عليه وما فيش اي حاجه خالص. انا يعني انا كمعتز شخصيا مش بحب حد يزعل مني. يعني انا دايما لو انت زعلانه مني انا اكلمك، ما يجيليش نومه لما انا اكلمك واصالحك، انا طبعي كده. فبالتالي ما بحبش حد يزعل مني، زي ما انا عمري ما زعلت حد ما حدش يزعل مني. فالكوره دي بتبقى فتره وخلاص. شفت كابتن حسن في اكتر من مناسبه ورحت سلمت عليه ومفيش حاجه خالص وبيعاملني بكل ادب وبكل احترام، لكن الكابتن حسام بدري ما شفتوش. لكن لو انا شفت كابتن حسام بدري هروح له اسلم عليه خلاص، هو بقى مدرب وانا بقيت مدرب بقى دلوقتي خلاص. بس تفتكر معقول يكون زعلان منك؟ ليه؟ انا ما بقى سؤال. لا خالص، اصل هيزعل مني ليه؟ بالعكس. لا انا عمري ما عملت مثل ما اتمسك فيك بالبدايات ممكن يكون في زعل، مين بيعرف؟ وحساها دلوقتي؟ ما بقى يا ريته كان حساها زمان. عشان ما يمشينيش. فاصل ونعود. الفاصل الأخير وصلنا له، مجموعة من الشخصيات بدأت تختار شخصية من الاثنين وفقا للسؤال اللي حأطرحه. جاهز؟ أوكي. شوف معايا. بيصلح للترشح على منصب رئاسة الأهلي، عنا شخصيتين، حسام غالي شادي محمد، تختار مين؟ الاثنين طبعا كباتن بتوعي، واثنين أنا اتشرفت اللي أنا لعبت مع الاثنين وهم أخواتي طبعا. وكنت بحب ألعب معهم جدا، ولكن لا حسام غالي. حسام غالي الأسطورة الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، نشوف مع بعض. محمود الخطيب، محمد صلاح. لا يعني سؤال صعب، يعني
محمد صلاح يعني البطولات اللي حققها ولسه هيحققها رب يعني ربنا يبعد عنه الإصابة طبعا ما حدش حققها خالص ولا أعتقد حد هيحققها. حتى الجوائز الفردية اللي خدها والمكان اللي وصل لها صلاح يعني أبطال أوروبا وليفربول ويعني وأحسن لعيب في الدوري الإنجليزي وهداف وكل حاجة. لكن صلاح طبعا نجم كبير وكابتن خطيب طبعا كاريزما وحاجة. تختار؟ أنا بحب الاثنين. تختار؟ لازم نختار شخصية. ما هو ده حاجة وده لا حاجة. ما قال عليها أي بس هذا وجهة نظرك هيك. قلبك لمين بيروح أكتر؟ أنا بحب كابتن خطيب جدا. أوكي محمود الخطيب تمام. بس ده ما يمنعش اللي أنا صلاح يعني صلاح نجم أكيد. كبير طبعا. طبعا السؤال اللي بعده أفضل محلل كروي مين بنختار؟ رضا عبد العال أم يونس؟ مين كابتن اللي بتسمع له؟ يعني بسمع الاثنين اوقات لكن نختار. لكن انا بحب الكابتن ايمن يونس يعني لما بيتكلم في الكوره كابتن ايمن يونس حاجه محترمه جدا يعني. تمام اللي بعده الافضل لحراسه المنتخب بنشوف الشناوي ابو جبل. ابو جبل جون كبير طبعا لا خلاف عليه لكن انا افضل الشناوي. الشناوي ليه اخترت الشناوي على فكره؟ الشناوي لا الشناوي سريع هيك جون كبير وطبعا صاحبي واخويا فلا الشناوي طبعا. تمام اخر صوره او اخر شخصيتين الافضل في اداره فريقه سيد عبد الحفيظ مرتضى. الاثنين دي بقى الاثنين بصراحه يعني الاثنين عاملين حاله كويسه يعني امير عامل حاله كويسه قوي مع نادي الزمالك واللعيبه كلها بتحبه. كابتن سيد عامل حاله كبيره جدا في النادي الاهلي ومسيطر على كل النجوم دي ودي حاجه مش سهله على فكره انك تسيطر على كل النجوم. نختار اذا الاثنين بقى؟ لا بدنا نختار. ما نختار. انا بحب كابتن سيد ده اخويا الكبير يعني سيد عبد انا بحب كابتن سيد. تمام دي كانت فقره الشخصيات. بنوصل الى الفقره الاخيره وهي نعم ام لا. جاوبني بنعم ام لا. لعبت مع الزمالك وقلبي مع الاهلي نعم ام لا؟ لا ولا مره حصلت. لا عشان انت مركز مع ناديك. اوكي تعرضت للاهانه والتطفيش من نادي الزمالك دي حقيقه. تعرضت للاهانه والتطفيش كمان. لا مش تطفيش. من اقرب الناس لإلي. لا مش تطفيش لا بالعكس ده هم اللي كانوا متمسكين بيا. لا بس هو الاهانه في الاخر عشان زعلانين انك ماشي لكن مش هيطفشوك. لا ده هم يعني بيشتموك يعني الناس زعلانه انك ماشي كانوا متمسكين بيك كجمهور. انا بتكلم كجمهور. اكتر كلمه وجعتك كانت ايه؟ لا يعني شتيمه بالام طبعا. شتمت كتير امي اتهانت كتير فبس هي دي المهنه بتاعتنا كره القدم ف يعني وارد متعودين اللي احنا بنتعرض للحاجات دي. الواسطه والفلوس تمام بغطوا قطاعات الناشئين في الانديه الكبيره مظبوط العلاقه. لا لا خلاص طول ما الولد كويس او ابنك كويس مفيش حاجه اسمها واسطه في الكوره. اللي يقول كده يبقى ممكن ده في انديه صغيره لكن انديه كبيره صعب اللي يخش بالواسطه صعب عشان كده كده الولد هيتشاف فلو هو مستوى وحش زي اللي بيبقى شاطر هيخش الامتحان ينجح. لو انت مش مذاكر هتسقط ما فيهاش بالبساطه دي. خلاص شعرت بالاهانه بسبب كوبري ابو تريكا دي حقيقه. ابو تريكا وميسي. هلا ميسي انت قلت انه حاجه كبيره طبعا ده وسام على حاجه كبيره. طب ابو تريكا لا ابو تريكا كنت انا في ساعتها في الزمالك وبرضه طلب مني ان انا العب في ماتش الاهلي على ابو تريكا. انا عشان كنت بجري كتير فدايما كانوا يطلبوا مني ان انا العب على اللعيبه المهاريه فده كان حظي السيء ان انا بلعب على اللعيبه المهاريه. فطبعا ابو تريكا نجم كبير فانا داخل عليه في استاد القاهره في وسط بقى 100,000 الاستاد كان مليان فبيعمل كده وراح حاططها كوبري من بين رجلي يعني فلا راح جمهور النادي الاهلي كله عامل كده حسيت الدوامه ضغط. فلما رحت الاهلي بقى قلت له ينفع كده قال لي ما انت اللي داخل بعشم. بس لكن كوبري ميسي طبعا ده ميسي ده نجم العالم ده انا بحبه جدا على فكره وطلعت بعد الماتش اتصورت معاه على فكره. تمام هيدي حلقتنا كابتن
كنت بسنا. سعيد جدا لان موجود مع حضرتك. وانا اكتر. مرقت بسرعه على فكره. انا يعني انا حاسس ان انا قاعد في بيتي، يعني بتكلم بكل امانه وبكل صراحه، والحلقه عدت بسرعه. اتمنى ان انا تبقى الحلقه تعجب الناس، وانا شخصيا مبسوط لك كنت موجود مع حضرتك، وانا متابع جيد ليكي جدا. سلام. وبتمنى لحضرتك كل التوفيق. شكرا. وانا كمان برضو بتمنى لك كل التوفيق والمزيد من النجاحات. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقي في حلقه جديده من نص الكلام. الى اللقاء.